السلام عليكم. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فتره من الفترات في سنه من السنين جيت لكم ورقبتي قد السمسمه. انا عارف ان دي رقبه طور بس والله الدايت باظ مني. انا رقبتي مصغراني اكمن واحد زي انا هيسخر ويهزر على فيلم لمحمد هنيدي. هنيدي ده من اهم صناع الكوميديا في مصر لو ما كانش تاني اهم واحد بعد عادل امام، بس هو اكيد حد متفاهم وفرفوش ومش هيقفش. النهارده احنا هنتكلم عن فيلم الانس والنمس، ومبدئيا كده الفيلم ده بيناقش قضيه مهمه، وده مثال للفن الهادف ان كل فيلم يناقش قضيه، خصوصا افلام الاستاذ خالد يوسف اللهم احفظه. فيلم الانس والنمس بيناقش قضيه ازمه السيناريوهات في سوق الكوميديا المصري. انا مش فاهم فيه ايه بقالنا كام سنه، الافيهات خلصت فبتتكرر؟ طيب فين الافيهات بجد والله؟ وعشان ابقى امين الفيلم مش وحش، مش قوي يعني، بس مش فيلم الهنيدي، ده محمد هنيدي. فيلم الانس والنمس ده لو كان حد عمله زي علي ربيع مثلا ولا محمد عبد الرحمن كان هيبقى قفل الكوميديا خلاص. لا انا كداب الصراحه. بس هو مين اللي بيختار لهنيدي افلامه في الفتره الاخيره؟ البي ار بتاعته مثلا؟ ما احنا في عصر الاي او سي دلوقتي، يعني لما تيجي تبص على فيلم زي فيلم عنتر ابن شداد هيجي في دماغك تساؤل مهم جدا، ازاي في منتج ومؤلف ومخرج وممثل قعدوا مع بعض كده واتفقوا انهم هيعملوا فيلم زي ده؟ اكيد البي ار بتاعته هي اللي حضرت الميتنج مكانه، ما احنا في عصر الاي او سي دلوقتي. بس برضو عشان ابقى امين الانس والنمس ارحم شويه. المهم انا دخلت الفيلم يوم الثلاثاء اللي فات في السينما اللي جنب البيت، وهي سينما التذكره فيها ب 10 جنيه، فهم تقريبا كانوا مشغلين الفيلم على موبايل 6600 مش شاشه سينما. ومع بدايه الفيلم شفت لبنى محمود بتمثل مشهد مع الفنان الصاعد محمد هنيدي، هو فنان صاعد عشان ما بيكبرش في السن تقريبا. فلبنى ضحكتني جدا الصراحه هي وهنيدي في المشهد بتاعهم، رغم ان انا اصلا لما شفت التريلر ما ضحكتش. لا انا ضحكت على اداء استاذه صابرين الصراحه وهي بتحاول تبقى عفريته شريره. وفي اول 10 دقائق في الفيلم كنت مبسوط، كاست الفيلم حلو قوي الصراحه، دنيا ماهر ومحمود حافظ وعارفه عبد الرسول عاملين تيم هايل. الازمه عندي كلها في الكاست بتاع عيله الاستاذه منى شلبي، هي ازمتي في الفيلم اصلا كلها بدات مع ظهور منى شلبي. في الدقيقه 11 ظهرت منى شلبي القمر، وظهرت وهي بتمثل جامد، يعني في اوفر في الاداء وهي ماشيه عفريته بقى. فاول ما شفت الاداء الافلاطوني ده قلت ربنا يستر من الحزن اللي احنا داخلين عليه. هو مين اقنعهم يمثلوا كده؟ اكيد البي ار بتاعتها، ما احنا في عصر الاي او سي دلوقتي. الفيلم قبله زور منى شلبي القمر كان حلو جدا، بعد زور منى شلبي بقى مر جدا، تحس ان الفيلم ركبه عفريت بعدها. اه صح، ما هي طالعه بدور عفريت في الفيلم فعلا. فانا كملت الفيلم عشان العيش والملح اللي بيني وبين هنيدي وعشان اعمل شغلي برده. المشكله في ظهور الاستاذه منى شلبي ودخولنا لعالم العفاريت اللهم احفظنا، يعني مش ان كوميديا الفيلم قلت، المشكله ان الكاست البشري في الفيلم كان حلو جدا. دنيا ماهر حلوه جدا، محمود حافظ حلو جدا، عارفه عبد الرسول حلوه جدا، محمد جمعه وحشني جدا، وحشني عشان هو صاحبي وكده وانا بحبه، بس هو دور مش حلو ومش وحش، هو مفيش دور اصلا لانه طلع دقيقه واحده في الفيلم ومشهد مش اجمد حاجه، مع ان جمعه بينتقي اختياراته دايما. فانا قلت اكيد الشاشه بتاعت السينما هي السبب في اللي انا شايفه ده. فهل ده بقى عشان السينما وحشاء ولا عشان كان نفسه يطلع دكتور هو صغير فقال لك البس بدله الدكتور اتصور بيها في الفيلم؟ يلا مش فارقه، ما كله رايح. اكبر حدث مهم في الفيلم بقى هو ظهور الاستاذه صابرين او العفريته صابرين، وانا بجد مت من الضحك في الفيلم بسببها. استاذه صابرين تحس ان الماكير بتاعها دخل على جوجل وعمل سيرش وكتب ميك اب عفاريت 2021. لا هو مش 2021، هو 1512 1802 حاجه كده ما قبل اختراع السينما والتصوير، فما وصلت لناش. جرى ايه يا طنط صابرين؟ ده الاستاذه سميره محسن في فيلم الانس والجن كانت حاطه روجاجو وروج بينك وضربه شعراء اكسجين وكانت عفريتة برضو. ليه الاوفر في الاداء يعني؟ واداء الاستاذه صابرين مضحك قوي. انا عارف انها قصدها انها تخوفنا، بس انا مت من الضحك بسبب بوريك الاستاذه. 50,000 جنيه بوريك للاستاذه صابرين في الفيلم. وبعدين سؤال، يعني هي العفاريت عندها ضعف سمع فبيتكلموا بصوت عالي مع بعض، ولا ده تجويد من الاستاذه صابرين؟ يعني ام بتتكلم مع بنتها بتفتف في وشها ليه؟ اكيد دي شوره البي ار بتاعتها، ما احنا في عصر الاي سي دلوقتي. في بقى افيهات هنيدي اللي بيفضل يدي تعبيرات طفوليه بوشه دي، يعني مش عارف اقول ايه. دي حلوه جدا، ده محمد هنيدي يا جماعه، كفايه تعبير وشه اللي بتدي بهجه لاي فيلم والله. بس هو كان في مشهد مريب كده للاستاذ الزميل محمد هنيدي وهو ماشي ورا الاستاذه الزميله منى شلبي القمر وبيبص على، فانا اتخضيت كده مش فاهم في ايه، ما احنا في عصر نتفليكس دلوقتي. من اللقطات المهمه كمان في الفيلم هو ظهور اسامه بن لادن في نص الفيلم. هو عمرو عبد الجليل مستشور شعر دقنه ليه؟ انا قلت اكيد الشاشه بتاعت السينما هي السبب في اللي انا شايفه ده، وانا بحب عمرو عبد الجليل ومتاكد ان هو كمان بيحبني، بس يعني ليه بقاله 14 سيزون بيعلي صوته وبيزعق وهو بيمثل على طول؟ بالراحه، بس انا بحبه. يغير بس شويه في اداؤه عشان ما يتحرقش، بس انا بحبه وبيضحكني جدا الصراحه. هو صحيح ما ضحكنيش الفيلم ده، بس هو نجم برده ومش واحد زي اللي هيقيمه، بس انا بحبه ومتاكد ان هو كمان بيحبني. وبمناسبه الحب فاحب اشكر الستايلست بتاع حسن شاكوش اللي كان مسؤول عن لبس عمرو عبد الجليل طول الفيلم. رساله بقى للاستاذه دنيا ماهر، يعني انت كنت عامله دور حلو في 100 وش وقبلها في سجن النساء وبعدها في ابله فاهيتا، انما دورك هنا في الفيلم مازال حلو جدا برده الصراحه. فارجوكي ما تتغيريش، ما تحلبيش
تمليش الكوميديا، ما تمليش وخلاص. اصلا انا عارف اللي بيحصل وعندي زنقه كل جمعه ان انزل فيديو كوميدي، فساعات بيطلع مني سكريبتات تنحب تشتم بسببها، وساعات بعرف اطلع سكريبتات كوميديه زي اداء الاستاذ صابرين كده في الفيلم. انا مش فاهم الماكير بتاعها في الفيلم جاب ريفرنس للميك اب ده منين، يعني دنيا ماهر وعارفه عبد الرسول عاملين ميك اب هادي، انما استاذ صابرين معمولها ميك اب ثلاث طبقات. اصل دلوقتي بقوا بيحطوا عازل في النص عشان الرطوبه وكده. ديكورات الفيلم مصروف عليها ومش قادر احدد هل هي حلوه جدا ولا كليشيه جدا، يعني هل لازم العفاريت يعيشوا في بيوت قديمه مش مفهوم عصرها، ولا عادي الزمن بيتطور وممكن العفاريت دلوقتي يسكنوا في دوبلكس في حدائق اكتوبر ومعاها جاردن بنجيله صناعي؟ انا حسيت ان الفيلم متصور في قصر الامير محمد علي رمسيس قلاوون الاسكندر السادس عشر، مش قادر احدد الحقبه التاريخيه بتاعته. وليه اصلا العفاريت يعملوا حيطانهم بورق حائط مشجر ورد؟ انا قلت اكيد الشاشه بتاعه السينما هي السبب في اللي انا شايفه ده. من ضمن الحاجات اللي ضايقتني فعلا في الفيلم هو تحجيم دور سليمان عيد، دوره صغير جدا وقليل عليه والله، واللي اتفرج هيفهم ان ده مش دور لممثل، ده دور برد. فيلم الانس والنمس اصلا ماشي بمبدا شوق ولا تدوق، اللي هو الكاست الجامد الحلو الكويس نديله مشاهد قصيره، والكاست اللي عنده التهابات في البشره والحنجره نديله مشاهد الفيلم كله. طب والمشاهد نديله على دماغه، وندي للاستاذه صابرين جايزه ايه في ايه قرفانه مننا كده ليه، ما اتفق في وشنا احسن. من الحاجات المؤسفه في الفيلم، هو مش في الفيلم ده بس، هو في اخر 75 عمل فني للاستاذ بيومي فؤاد، هو اداء الاستاذ بيومي فؤاد. يا استاذ بيومي الفلوس مش كل حاجه، ادي نفسك فرصه تتقمص الدور، ده احنا كنا بنشبهك بحسن حسني اول ما بدات وكنت مبهر، دلوقتي كل ادوار استاذ بيومي فؤاد بقى بيمثل فيها كده. ازيكم يا اوغاد، ما تيجوا بينا نروح السندباد. اكيد انا مش عارف اقلده، انا ما بعرفش امثل اصلا، ده انا ملصم نفسي دلوقتي قدامكم بالعافيه، بس المقصود يعني انه ما بقاش بيدي دور مساحه يشتغل عليها. وكل ده ليه؟ عشان الفلوس؟ طب ما عنده حق. هات شويه. منى شلبي ما مثلتش قوي ومش لايقه على دور شيطان الصراحه، هي صحيح كانت عامله دور بودرجيه في مسلسل نمره 2 بس اتعالجت خلاص الحمد لله. من الحاجات اللي بسطتني جدا في الفيلم هو ظهور شريف الدسوقي، خصوصا انه واخد دور مهم ضمن احداث الفيلم. ومن الحاجات التانية اللي بسطتني جدا في الفيلم ان الاغنيه بتاعت اوكا ما اتعرضتش للاخر، جابوا منها حته المودلز بس. تخيل دول عفاريت، وده مش عشان الاغنيه وحشه لا، ده عشان بيومي فؤاد كان بيغني فيها، يعني اداؤه فيها نفس اداؤه وهو بيمثل. سيبنا نستمتع باغنيه ابو مش بسكوته في صمت ارجوك، والله انا بعشق بيومي فؤاد وبحب بيومي فؤاد الاثنين واحد اصلا، بس يعني انا بس بحمسه، انا بس بقسى عليه شويه عشان اشده. كمان من ضمن الحاجات المهمه اللي نسيوا يعملوها في الفيلم هي الجرافيك، مفيش جرافيك، فانا قلت اكيد الشاشه بتاعت السينما هي السبب في الجرافيك اللي انا مش شايفه ده، ومفيش تمثيل عند كاست العفاريت كله، مفيش تجديد، اغلبها افيهات سوشيال ميديا، مفيش افيهات تعيش مع الجمهور زي ما هنيدي عودنا. الفيلم هيعيش منه حاجتين اتنين، الديكور وبواريك الاستاذه صابرين. ايه يا جماعه الجرافيك ده، انتوا بتلعبوا تيكن؟ طب انا هلعب بديسكو. والصراحه يا جماعه انا جيت عند الدقيقه 1:14 وحسيت ان انا زهقت من حياتي. انا ما زهقتش في الفيلم في الدقيقه 1:14، انا زهقت في الدقيقه 1:15، جبت اخري خلاص، كنت هقلع الحزام وادور ضرب في الراجل بتاع القاعه عشان يسرع لي الفيلم وننجز ام القصه دي، بس لقيته ضخم وهيضربني، فقلت له معلش والله البي ار بتاعتي هي اللي قالت لي اعمل كده. واخر 6 دقايق في الفيلم تحس انهم ايه، كانوا بيلموا الورق في ورشه الكتابه. النهايه عبيطه قوي، ومفيش حاجه ضحكتني في الفيلم الصراحه غير اول كام دقيقه وبوريك الاستاذ صابرين. بس الفيلم مش وحش، انا بس من كتر حبي لهنيدي كنت متوقع حاجه احسن، وان شاء الله الفيلم اللي بعد كده يكونوا طلعوا العفريت اللي على الاستاذ صابرين، مبهره قوي في تمثيلها في الفيلم ده. واحب اختم بقول الشاعر تامر قصه، لو انت جن فانا عفريت، ولو انت نار فانا كبريت. سلام.